من كم حلقه لورا عرضنا فيديو لبي لهجته شماليه عم بعيط على ابنه، وابنه كان بارم ظهره طفل عمره ما بيتجاوز السنه، بيقول له ما عاد فينا لنيدو، ما عاد فيني جيب لك حفاضات. قلنا بوقتها انه مش معروف اي مشهد مبكي اكثر، وضع البي الاقتصادي والطريقه اللي عم يتعاطى فيها مع ابنه. البي اليوم من بعد ما طلع على الاعلام رجع بعت فيديو جديد، وهالمره مع بنته، بوجه في رساله لنا بشكل مباشر. شو قال بهذا الفيديو؟ خلينا نتابع سوا. فهم ولا ما بتعرف تفهم عليه؟ انت روسع غدا هون، بده يفرز هيدا ولا ما بده يفرز؟ عشان انا افهم عليك وناخذ ونعطي مع بعض. عرفت كيف؟ شو؟ بدك تاخذ تترو ولا تضل عرف النيدو؟ انا ما فيني على النيدو، ما فيني. بدك تترو؟ بدك. ما بدك تترو؟ ما في تترو. في نيدو، في تترو؟ ما في نيدو. شو؟ وهيدي الحفاضات رفة 10000 ليرة على الكيس، وانت شخ 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 مبلش رفة، ما عاد ترحمني يا زلمة. فما شخ تحتك؟ فما شو عم حكي؟ يلا روح عند امك، يلا وقف روح. ما بعرف اذا الوضع يلي عم يتعاطى فيه البي مع ابنه ببكي اكثر، او وضع بي مش قادر يأمن لابنه أو لعائلته أبسط المستلزمات أو الحاجات، مش قادر يأمن لهم كل شيء عايزين فيه إنهم يعيشوا يمكن بشكل طبيعي. شو بك؟ ما لبستك المريول؟ وقفي طيب، وقفي لشو؟ شو بك؟ قولي لي شو بك؟ بدك تلبسي المريول؟ لا لا بدك تلبسي المريول. بدك تروحي على المدرسة؟ طيب يا بابا ما عم يقبلوكي بالمدرسة، ما عم يقبلوكي. ما عم يقبلوكي، حكومتك منا فاضيت لك، منا فاضيت لك، في ناس حي سوريين منا فاضيين لك يا بابا. شو بدي اعمل لك يعني؟ كل يوم هالنوع انا وياكي، كل يوم هالوجعة الراس. خلي اسمع، اسمعي يا استاذ جو، اسمعي. شوفي هيدي وقفت لك انت علي. الله اني عم بحكي مع ابني بطريقه، وبعد شو كرمال التترا وما التترا. وقف جنبها اذا بتسمع حمراك، وقف جنبها، هيدي لازم توقف جنبها. ما بيقولوا الطفل وبيحبوا الطفل، ليكوا الطفل. على ما يبدو يا استاذ كفاح غازي البجوري انك انت عم بتتاجر بولادك، هيدا الشيء اللي بين لليوم، مبين بكامل صحتك، مبين قادر تشتغل وقادر تعيشهم، بس هالنوع من الاباء صار موجود كتير للأسف بمجتمعنا في كل أنواع الشغل. يلي بيقبل على حاله بده يعيش عائلته بيشتغل أي شيء. ما بعرف كيف بي ممكن يستغل أولاده هالقد، وأكيد حكي جالس ما بيعطي منبر لبي يطلع يشحد على أولاده. هودي الأطفال لازم ينحموا، ولازم يتم التحقيق مع البي ومنعه أنه يتاجر بأولاده بهذا الشكل. ممنوع يا أستاذ، يا حضرة البي، يا حضرة رب المنزل، ممنوع تصور أولادك القصار لأولاد الصغار وتحط وجوههم على الإنترنت وعلى التلفزيونات. من المفروض على وزارة الشؤون الاجتماعية تبعت مندوب عنا لحتى يحقق مع هذا البي، ونحن اليوم زودناهم بكل المعلومات والتفاصيل. يمكن يلي عم يعمله هو عن جهل، بس بشك لأنه مكمل، صار في عدد من الفيديوهات. الأهم أنه اليوم نوعى على حقوق الأطفال واستغلالهم على الشاشات بهذا الشكل. نحن غطينا وجه البنت لحتى نحميها، مثل ما حريصين أنه نعمل دايماً بهذا البرنامج وما نستغل القصار، ورح نتابع مع الوزارة لحد ما يتحقق معه.